بتقول أنا صايمة قضاء وشربت القليل من الماء بعد أذان الفجر وقبل الإقامة ظنا أنه لم يؤذن، فهل الصيام باطل؟ نعم الصيام غير صحيح، لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه. دي قاعدة فقهية مشهورة، إن الإنسان إذا فعل فعلا ظنا دخول الوقت، ده بالنسبة للصلاة مثلا أو الصيام، ظنا دخول الوقت فبان عدم الدخول، أو ظنا عدم الدخول فبان الدخول، الظن ده لو طلع غلط خلاص يبقى العبادة اللي عملناها غير صحيحة. فعندنا هنا ظنت أن الفجر لم يؤذن فشربت، الظن ده معناه ايه؟ ايه المشكلة؟ او ليه خلانا هنا نفطر؟ مع ان ممكن واحد يقول طب ما انا ناسي، بس هو ده مش نسيان، هو ده خطأ في الظن. هو بيفطر قالوا لانه ليس هناك تحري. لان الانسان دي عبادة داخل على عبادة، الصيام ده ركن من اركان الاسلام، ده بالنسبة لرمضان، ودي بعد رمضان سنة. فدي عبادة من العبادات، والعبادة لها نزاع هيرفض طبعا، ده لو رد عليها اصلا. طب في الحالة دي هتعمل ايه؟ إذا كان والدها بينفق عليها، يعني هي عند أهلها وهم اللي بيصرفوا عليها أكل وشرب وكده، يبقى طاعتها في الحالة دي هتنتقل إلى والدها، طبعا لا تخرج إلا للأمور المهمة لحد ما مشكلتها تتحل مع الزوج. لكن لو ما فيش مشكلة بينها وبين زوجها يبقى تستأذنه طبعا قولا واحدا.